السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نقوم بتعجيل واجهة السيرم أو انترفاس الأجنت. فقط هنا الملاحظة، في هذا الفيديو سوف نلاحظ كيف نقوم بتغيير هذه الأسئلة. مثلا إذا كنت أريد أن أقوم بوضع أسئلة جديدة خاصة بالمنتوج الذي أريد أن أقوم ببيعه، فهناك طريقتين: إما عبر السيستم سيتنج على السيرفر، سيرفر جو أوتو ديال، هنا يعطيني يعني إمكانية تغيير هذه الأسئلة. يمكنني وضع هنا أسئلة جديدة وأسئلة على حسب المنتوج الذي تريد أن تقوم ببيعه، وتقوم فقط بالضغط على زر سابميت. وهنا سوف تلاحظ أنه تم تغيير هذه الأسئلة. وهناك طريقة أخرى عبر الملف الـ PHP الخاص بالأجنت اللي هو vcdl.php الموجود عبر slash var www.html.go.autodl-agent، وتذهب إلى رقم سطر يعني 521 وتقوم بتغيير هذه بوضع الأسئلة الجديدة الخاصة بك هنا، وتقوم يعني بحفظ الملف وسوف يعمل معك بشكل جيد. فقط إذا كنت تريد مثلا أن تقوم بتغيير هذه الألوان وتغيير شكل بكامل للسيارة، فيجب عليك مثلا أن تقوم بتغييرات كثيرة على هذا الملف، بالإضافة إلى ملفات أخرى الموجودة في هذا يعني في هذا الدوسي. تقوم بتغيير يعني هنا في الإيماج، تقوم بتغيير الصور، وعلى حسب متطلباتك. فقط إذا كنت تريد الملاحظة، فقط إذا كنت تريد مثلا سيبور أو معلومات أو تكوين عبر السيرفرات الفي آي بي، فلا تنسى فقط أن تقوم بالاتصال بالأرقام الموجودة تحت الفيديو وعبر الإيميل info@support-servers.com. وهناك فريق محترف في مجال الفي آي بي أو المكالمات عبر البروتوكول AP سيقوم بالإجابة عن جميع الأسئلة. أتمنى الفيديو أن يكون لا يكون طويل، وأن لا تنسوا أن تقوم بالضغط على زر سبسكرايب وزر لايك، بالإضافة إلى الشير، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله.